مين اللعيبة اللي موجودة في الدوري المصري كنت معجب بأدائهم جدا بعيد عن فريق الاتحاد السكندري؟ في ناس كتير يعني، في ناس كتير، ناس في الأهلي وفي الزمالك. طبعا كل العالم عارف إن الأهلي والزمالك فيه لعيبة كبيرة جدا، أنا مش عايز أذكر حد بالاسم عشان محدش يزعل مني يعني. خلال تواجدك في الدوري المصري شفت ايه ابرز الايجابيات اللي موجوده في الدوري المصري والسلبيات ايضا؟ الحقيقه انا حبيت الدوري المصري لان بتبقى منظمه شويه، ولكن اللي ما كانش بيعجبني اكتر ان هي بتتوقف كتير، بس طبعا ان الدوري المصري هو من احسن الدوريات في افريقيا، العالم كله هو شبيه جدا للدوريات الانجليزي والاوروبي، لان في فرق مهمه، فرق كبيره جدا، ولكن الاهم ان الدوري يكمل، ما يفضلش يتوقف كل شويه لبعض الاسباب ما يعني. حلو، نتمنى الدوري المصري فعلا زي ما بتقول كده يبقى شبه الدوري الانجليزي يا رب يعني. طيب سؤالي اللي جاي ليك يخص الهلال الليبي بقى ومواجهته، كونك مدربا للفريق الليبي ومواجهته امام فيوتشر مودرن فيوتشر في الكونفدراليه خلال ايام، كيف ترى هذه المواجهه؟ الحقيقه كريم خلينا نكون صراحه، احنا حاليا انا بدرب في التحليبي، بس نادي فيوتشر هو نادي كبير جدا، وحاليا هو بيقدم اداء عالمي، فطبعا الماتش مش سهل. ويمكن قبل ما اخش على الهوا انا كنت لسه بتكلم مع زمايلك ان الناس عندها فكره عن المدرب ان هو دايما بيبقى قاعد هادي، ولكن ده مش صح. زوران مانولوفيتش المدير الفني السابق لفريق الاتحاد السكندري، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله عبر زوم.